لا اخويا بتحل الباب، بتحل الباب وبتحل الباب، شو ما دك تحل اللي جارو دل الباب يثن تاريق على ثن دير آني بتحل الباب وخرجوهم ومن خرجوهم شدوا الباب. هل هنا في تهلو خفان؟ نعم أول مرة دل الخفان وكانوا هذا الباب هو اللي خرجوه منه ومن كان عنده واحد الباب بحلقه قصيرة حلوها ونفس الطريقة حرزوهم وسدوا الباب وسدوا. السلام عليكم خوتي، انا شفتو كيفاش سرقت من الطريقة ديال الباب تحل كيما تنحل انا يعني هذاك الشيء اللي تخونت فيه يعني بالطريقة شنقول لكم بحالي انا يعني الطريقة اللي تندير تخلي بك الطريقة اللي ندخلو طريقة فنية يعني انا هما راس مالي ما عنديش امان خر من غيرهم وتفهمتيني عندي الامان يعني فادوك البهيمات راهو مبساو 19 بهيمة مبسات ما بقى عندي الامان تشي حاجة انا وتفهمتينو يعني شنقول لكم يعني مضرور وبزاف والله الى عامين شي العام اللي فات والعام الزفاف والصير والمصاريف والله العظيم لهز عليهم في الجمنيه الكريدي اللي تقريبا هز ألف مع الناس وتسالوني وندير معهم العيد خصهم يتخلصوا والناس ما تيرحموش راك بلا ما يعني الوضعيه ما تترحمش وهاد البهيم والله تبيع فيهم بهيم وساد العربون بيعهم تمام وساد العربون مع الناس وبغيت تردوا ليهم ما عنديش باش نردوا والو والناس خصهم العربون ديالهم يرجع ليهم واش غنقول لكم انا راه دريت من هادشي كامل هاد السفره راه دريت فيها بزاف هذيك الليله اللي غنتسفر فيها بقيت فيقت الوحده ودخلت ما كاين حتى شي حاجه يعني تسرقت مع الزوج ونص تقريبا تسرقوا ليا البهيم ديالي كلبه كانت تما دخلوا حتى تما عطاو السم وكانوا جوج كلاب اخرين ديال الدري خويا وحدايا هنا تم عطاهم السم طريقة ماتوا تم صحو ميتين يعني ما كاينش يعني شي حاجة أخرى واش غنقول لكم ما لقيناش الآثار ديالهم كيفاش هاد البهيم يعني أنا دابا عييت من بري عييت من يعني حتى شي حاجة ما بانت ليا ما يعني ما بريت عييت من بري هاد البهيم وتساقوا واش تهزوا يعني الدنيا كاع جريتها ودابا فين متى تكون هاد شي حاجة ولا ما عنديش نتسلف وتنمشي للسواق تنقلب عليهم يعني تنتمنى الأمان وبعد المرة تنكمل برجلية والله العظيم لا تنكمل برجلية باش تمشي لهداك السوق وفي العشية نقدر نسد عليه رجلي ندير اونس طوب ما عنديش مشكل وما تلقى حتى شي حاجة عييت انا دابا من نهار تخون ويا البهيم نهار ثلاثة في السهر يوميا ما تناكل ما تنشرب والو يعني الضيعة وصافي والتخمم واش نقولك فقصة واش نقول حقرة وتتحس بشي حقرة انا حقرة تجيك حقرة وتجيك تتصور راسك تم حقور تقول انا موت حسن كاع علاش غادي نبقى في هاد الدنيا كاع ديك راه ريت عند الجندارم تنطلب انا شي انا راه ما عنديش صافي الا ما كانش غادي نموت ولا الله اعلم ما غاديش يعني شنقول لكم مضرور بزاف وهذا يعني من كريدي والناس ما تتسمحش العيد ما عنديش انا على الله العيد الله عارف دخلتي حتى المحل وشتي كلشي بين يديك الكوري اخويا ما بقات فيه حتى شي حاجه تنطلب من الناس المسؤولين والمحسنين يشوفوا من حالي انا راه دوك البهيمات وما راش المال ديالي يعني لما كانوا دوك البهيمات راه غادي نضيع انا وبنيتي راه يعني تنسواني عليها اليوم الان ما لاقيتش تنسواني عليها دابا نيت عند طبيب والله ما بسات يعني وضعي ما بسات علاش صافي الوضعيه وقفت هذوك البهيمات هما اللي كنت نسواني فيهم بنتي عدت السنين وما تتمساش يعني باقا في الحاله يعني تشوف دري صغير باقا يحبو يعني ما غاديش يعني هادشي نقول صافي يعني تاي الدريه صافي تاي بحال نقولوا يعني صافي تحبست ما غاديش نبقى نقدر نسواني يعني انا ما قدرتش على راسي دابا انا ما نقدتش على راسي دابا ما نهز ولا محال يعني صافي ما كاين لا خدمه لا والو يعني البلاد راك عارف خدمه والو واقفه الامور على القضيه الزفاف حنا لا مع الصيف الا ما كان الصيف راه تنضيعوا حنا بالباديه هنا وتجيدوا السفاره تيكملوا لنا الباقيه